بسم الله الرحمن الرحيم. يا أنك يا الكرسي زاد للنسب، وكل ما تليه كسره وجب، ومثله مما حوى احذف وتاء، تانيث أو مدته لا تثبت، وإن تكن تربع ذا ثاني سكن، فقلبها واو وحذفها حسن، لشبه الملحق والأصلي ما لها، وللأصلي قلب يعتمى، والألف الجائزة أربعا أزل، كذاك يا المنقوص خامسا عزل، والحذف في اليا رابعا أحق من قلب، وحتم قلب ثالث يا حتم قلب ثالث يا عن، وأولد القلب انفتاحا وفاعل، وفعل عينه مفتح وفعل، وقيل في المرمي مرموي، واختير في استعمالهم مرمي، ونحو حي فتح ثانيه يجب، واردده واو ان يكن عنه قلب، وعلم التثنية احذف للنسب، ومثل ذا في جمع تصحيح وجب، وثالث من نحو طيب حذف، وشذ طائي مقولا بالالف، وفعلي في فعيلة التزم، وفعلي في فعيلة حتم، والحقوا معللا من عليا، من المثالين بما التاؤلية، وتمموا ما كان كالطويلة، وهكذا ما كان كالجليلة، وهمز ذي مدي ينال في النسب، ما كان في تثنية له انتسب، وانسب لصدر جملة وصدر ما ركب مزا ولثان تمما، إضافة مبدوءة بابن الأوب، أو ما له التعريف بالثاني وجب، فيما سوى هذا انسبا للأول، ما لم يخف لبس كعبد الأشهر، واجبر برد اللام ما منه حذف، جوازا إن لم يكن رده ألف، في جمع التصحيح أو في التثنية، وحق مجبور بهذه التوفية، وبأخ أختا وابن بنتا، الحق ويونس أبا حذفتا، وضعف الثانية من ثنائي، ثانيه ذو لين كلا ولائي، وإن يكن كشية مدفعة، فجبره وفتح عينه التزم، والواحد اذكر ناسبا للجمع، إن لم يشابه واحدا بالوضع، ومع فاعل وفعال فاعل، فنسب أغنى عن اليافق به، وغير ما أسلفته مقررة، على الذي ينقل منه اختصار. النسب إلحاق ياء مشددة آخر الاسم لتدل على نسبته إلى المجرد منها، دمشق دمشقي، دلت ياء على أن الاسم نسب إلى المجرد من الياء وهو دمشق، حنيفة حنيفة تقول فيها حنفي، فالياء دلت على النسب، جزاك الله خير، دلت ياء على انتسابه إلى حنيفة، بجيلة بجلي، جهينة جهني. قال يا أنك يا الكرسي مشددة زادوا للنسب، زادوها للنسب، وكل ما تليه كسره وجب. عرفنا من هذا أن يا كرسي ليست للنسب، يعني مشبه بالشيء غيره، مشبه بالشيء غيره. يا أنك يا الكرسي، إذا يا الكرسي ليست للنسب، وكل ما تليه كسره وجب. يترتب على النسب ثلاثة أشياء: لفظي، وهو الحاق ياء مشدده اخر الاسم، الثاني كسر ما قبلها، الثالث انتقال الاعراب اليها، مصر اعرابها على الراء، مصري انتقل الاعراب من الراء الى الياء، ومعنوي وهو صيروره الاسم اسما لما لم يكن اسما له، مصر لم تكن اسما لهذا، جاءت ياء صارت مصري اسما، صارت مصري اسما لهذا. الثالث حكمي، وهو انه يعامل معامله الصفه المشبهه لاسم الفاعل، يرفع ضميرا ويرفع ظاهرا، تقول مررت برجل دمشقي، دمشقي اي هو، او دمشقي ابوه. اشار لبعضها، قال يا انك يا الكرسي زاد للنسب، وكل ما تليه كسره وجب، ومثله مما حواه. اذا كان في اخر الاسم ياء مشدده واقع بعد ثلاثة أحرف حذفها، فتقول في النسب إلى كرسي، كرسي يتحد له الاسم قبل النسب وبعده، إذا أحدث أن تنسب إلى مصري فقل مصري لا فرق، إذا أحدث أن تنسب إلى شافعي قل شافعي لا فرق بينهما. معنى قولي ومثله مما حواه، مثل كرسي في كون الياء واقعة بعد ثلاثة أحرف حذفها، وتاء تانيث لو مدته لا تثبت، تحذف تاء التانيث،
فلو نسبت إلى مكة تقول مكي، لماذا حذفت التاء؟ لو لم تحذفها لاجتمع المؤنث على متى تأنيث، فلقلت في الرجل مكتي وفي المرأة مكتية، جمعت على الاسم بين علامتي تأنيث. أما إذا حذفتها من أول أمر فيكون المذكر مكيا والمؤنث مكية. وكذلك مدته، المد على تفصيل سوف يأتي، وفتاة تأنيث لو مدته لا تثبتها. إذا كانت رابعة في اسم ثاني محرك حذفتها، نحو جمزة، جمزة تحذفها تقول جمزي. أما ألف تأنيث ممدودة فسيذكر حكمها بآخر الباء، واضح؟ ثم فصل قال: وإن تكن تربع ذا ثان سكن تصير رابعا اسما ذا ثان ساكن فلك فيها الوجهان، فتقول في حبلى، حبلي، وهو الأفضل بحذف ألف التأنيث، وتقول حبلي، ولك إثباتها وقلبها واوا فتقول حبلوي، ولك زيادة ألف قبلها فتقول حبلاوي، كما تقول في طنطا طنطاوي، وفي بنها بنهاوي. أنا أقول وإن تكن تربع ذا ثان سكن فقلبها واوا وحذفها حسن، والأحسن الحذف. نقرأ لشبه هذه من الحقي والأصلي خمس سنوات. ألف الإلحاق، الإلحاق هي التي تصير الاسم ملحقا باسم أعلى منهم ليعامل معاملته في التثنية والتكسير والتصغير. فألف ذفرى الإلحاق بدرهم، تقول ذفار كما تقول دراهم، وتقول ذفير كما تقول دريهم، تسمى ألف الإلحاق. قال بشبه الملحق والأصلي ما لها، فتقول في ذفرى ذفروي وذفري، وتقول في علقى الحاق بجعفر علقوي أو علقي. أنا أقول شيء من الحق والأصلي كذلك، الأصلي نحو ملها مرمى، الألف فيه ما أصلية، ملها الألف فيها لام الكلمة، مرمى الألف فيها لام الكلمة، لك الوجهان فيها، تقول ملهوي وملهي، مرموي ومرمي. أنا أقوله بشبه الملحق كذفرة وعلقى، والأصلي كملها ومرمى ما لها، وهو الإثبات والقلب واوا أو الحذف. نعم. مرمى لأن في أربعة أنواع، ألف آخر الاسم أربعة أنواع، أصلية سوف أذكرها سوف لا. نعم. وهي الأصلية قلب يعتمى، يختار في الأصلية القلب. فمرمى الأفضل أن تقول فيه مرموي، ملها ملهوي. أما علقى الأحسن أن تقول علقي، لأنها أشبه بألف التأنيث، لأن كل منهما زائدة ليست منقلبة عن شيء. أما الأصلية فهي منقلبة عن واو في ملها وعن ياء في مرمى. هذا قولي وهي الأصلية قلب يعتمى أخرى. الألف الواقعة، الألف الواقعة بعد أربعة خامسة أو سادسة تحذف، سواء كانت أصلية كمستشفى، ألف أصلية مستشفى أصل كلمة شفاء، الألف أصل لام الكلمة، تقول مستشفي، مصطفى أصل الألف واو أصلها من صفا يصفو، تقول مصطفي مصطفي. وإذا كانت للإلحاق كحبركة القصير الظهر أطول الرجلين، وألفها إلحاق بسفرجل بسفرجل، تقول في حبركة حبركي، هذه إلحاق. أو كانت للتأنيث كحبارة سيبطرة، تقول سيبطري وحباري. أو كانت للتكثير نحو قبعثرة، البائر الضخم، تقول قبعثري. الألف في آخر الاسم المقصورة أربعة أصلية كمرمى ومستشفى ومصطفى أصلية. أو للتأنيث ومرت بكم وستمر بكم أوزان ألف التأنيث المقصورة، مثال حبارة سمانة، حبارة سمانة ذكرى، ذكرى زائدة للتأنيث لأن المادة ذكرى فالألف زائدة. إذن نقول الألف في آخر الاسم تكون أصلية كملها ومرمى، وتكون زائدة للتأنيث، وتكون زائدة للحاق كألف ذكرى وحبركة
وتكون زائدة للتكثير، تكثير اللفظ وتفخيم المعنى شق بعشرة أربعة. إذا كانت واقعة مجاوزة لأربعة تحذف قولا واحدا أصلية كانت أو للتأنيث أو للإلحاق أو للتكثير. أنا قولي ولا لفت جائزة أربعا أزل، كذلك يا المنقوص خامسا، كذلك يا المنقوص الواقعة خامسا تحذف. نحو مستدع، مستدع ومستدع تحذف هاي سادسة، ومنتقن منتقي خامسة، تقول في النسب إلى مستدع مستدعي بحذف الياء، الياء الموجودة ياء النسب، وتقول في منتقن منتقي. أنا أقول كذاك هي المنقوص خامسا عزي الإقرار مرتقي. نعم مرتقي مرتقي خامسا تقول مرتقي. نعم الحذف في الياء رابعا أحق من قلبي، إذا كانت الياء واقعة رابعة لم تجاوز الرابعة لكن هي رابعة كالنسب إلى قاض الأفضل أن تحذفها، فتقول النسب إلى قاض قاضي حذفت الياء وجعلت مكانها ياء النسب، ولك أن تقريبها واو وتنسب تقول قاضوي حذف الياء رابعا حق من قلبي، وحتم قلب ثالث يعني الثالث الثالث يثبت ألفا كان أو ياء، فتقول في فتن فتوي وفي عصا عصوي، لكن لا بد إذا كان ياء تقلب واوا حتى استثقال الاجتماعي الياءات والكسرات، لو قلت في فتن فتي فتي اجتماعات الكسرات وثلاث ياءات فتقلب واوا، وان كانت واوا ابقها واوا كعصى ومنى تقول منوي وعصوي، وكذلك في المنقوص تقول في عمن عموي ما الذي حدث، قلبت الكسرة التي قبل الياء فتحة فانقلبت الياء ألفا، عندي قاعدة العربية الواو والياء إذا سبقتا بفتحة انقلبتا ألفا، قال أصلها قول، باع أصلها بيع، خاف أصلها خوف، هاب أصلها هيب، فتقول في عمي والشجب تقلب الكسرة فتحة فتنقلب الألف تنقلب الياء ألفا، ثم تقلب واو فتقول عموي وشجوي، هذا قوله وحتم قلب ثالث يعني ثالث أي في المقصور وفي المنقوص لأن يعني الكلام كان فيهما، أو إذا القلب انفتاحا أو إذا القلب انفتاحا كما قلت لك جعل الانفتاح قبله عمل جعل الانفتاح قبله. نعم وفاعل وفعل إذا كان الاسم ثلاثيا مكسور العين سرعين عليك أن تفتح عينه استثقالا للكسرات والياء، فتقول في إبل إبل إبلي إبلي بفتح عينه وهي الباء، لو قلت إبلي الثقل واضح، وكذلك لو قلت دؤل تقول دؤلي، لو قلت دؤلي الثقل واضح، وفاعل وتقول في كتف كتف كتفي، أنا أقول وفاعل وفعل عينه مفتح وفعل. طيب إذا كان إذا كان ثلاثيا، فإن كان خماسيا قال لا 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 تقل شيئا منه، لا تفتح ما قبل الياء لا تفتحه، مثال ذلك لو نسبت إلى جحملش جحملش قل جحملشي لا شيء لأنه خماسي، أما إذا كان رباعيا قالوا إذا كان ثانيه محرك إذا كان ثانيه محركا أبقيه كما هو، كما لو نسبت إلى كما لو نسبت إلى إلى حجارة إذا كان ثانيه ساكن لك في الوجهان فتقول في تغلب تغلب تغلبي أو تغلبي بكسر ما قبل النسب أو بفتحه، وكذلك تغلب ما قبل ما النسب فتقول في تغلب تغلبي، وفي يثرب يثربي أو يثربي، فإذا كان محرك الثاني ليس لك فيه إلا الكسر فتقول في جنادل جنادل ثانيه النوع محركة تقول جنادلي، ولم يذكره ابن مالك رحمه الله تعالى ذكر الثلاثية المكسورة العين قال تفتح عينه استثقالا، أنا قوله وفاعل وفعل عينه مفتح وفي عيد اقرأ فقيل في المرمي المرموي قال مرمي هو قال ياء كياء الكرسي زاد للنسب، الياء المشددة الواقع رابعة تحذف، لا
لكن هذا حكم متعلق بقوله وكل ما تليه كسر هو جر، لكن أخر هنا لأن الكلام اتصل. فقال لك هناك فرق بين أن تكون الياء المشددة زائدة وبين أن تكون الياء المشددة الأخيرة منها لام الكلمة، تكون الياء المشددة الواقعة آخرا بين أن تكون ثاني اليائهم لام الكلمة، كما يسأل إلى مرمي ومهدي، لك أن تقول مرموي بحذف الياء الأولى المنقلبة عن واو المفعول أصلها مرموي، واضح؟ تحذف الأولى وتقلب الثانية واو، تقول مرموي، ولكن تقول مرمي، وتقول في مهدي مهدوي أو مهدي. أنا أقول وقيل في المرمي مرموي إذا كانت ثاني الياءين لام الكلمة لك الوجه، لك حذف الياء المنقلبة عن واو المفعول وقلب الثانية واو والنسب إليها، ولك حذف الاثنتين. أنا أقول وقيل في المرمي مرموي واختير في استعماله المرمي لفظة كما قال لك أولا وكل ما تليه كسره وجب ومثله ما حواه حذف. ونحو حي فتح ثاني الياء المشددة الواقع بعد ثلاثة حرف ذكر حكمها، والواقع بعد حرفين سوف يكون حكمها في نحو عادي وقصي، والمشددة بعد حرف واحد قال لك ونحو حي فتح ثاني يجب، لا تحذف منها شيئا، كل ما فعل أنك تفتح الياء الأولى، وإذا كانت في الأصل واو أقلبها واو، فتقول في حي حيوي الأولى ياء أبقيتها ياء، وطي الأولى صهراء من طواء فتقول طووي، ولي تقول لووي. أنا قولي ونحو حي فتح ذانه يجب وضده واو إن يكون عنه قيل بقرأ يا تجقلتها واو وأدخل دائما نعم نعم. وعلامة التثنية تحذف في النسب، إذا نسبت إلى المثنى احذف علامة التثنية، فتقول النسب إلى مسلمان احذف الألف والنون، تقول مسلمي، ومن ألزم المثنى الألف وعربه العرب عرب سلمان قال كذلك في مسلمان مسلماني، ومثل هذا في جمع تصحيح سواء كان مذكر أو مؤنث، فتقول فيه النسب إلى مسلمين مسلمي مسلمات مسلمي، ومن عرب المذكر سالم عرب عربون قال في النسب إلى مسلمون مسلموني، وقال في نصيبين بلد قال نصيبيني. إذا نسبت إذا كان منسوب إليه إذا كان قبل الحرف الأخير الذي تليه النسب إذا كان قبله ياء مشددة مكسورة، ياء مكسورة مدغم فيها مثلها، ياء مكسورة مدغم فيها مثلها حذفت، فتقول نسب إلى طيب طيبي ياء آن أولاهما ساكنة والثانية مكسورة حذفت الثانية وابقيت تقول في طيب طيبي، وفي ميت ميتي، بعكس مهيين تصير مهيان، تقول مهييني مهييني، لأن المدة فصل بين الياء المكسورة وبين الحرف الذي تلي ياء النسب فنقص الثقل قالوا مهييني. وكذلك هبيخ هبيخ الحرف الذي تلي ياء النسب قبله ياء مدغم فيها مثلها ولكنها مفتوحة فنقص الثقل بالفتح. نعم هذا قولي. وثالث من نحو طيب وشد طائي شد طائي نصب طي طي حذفت الياء الثانية فانقلبت الأولى ألفا، ويصل لا تقلب الياء ألفا إذا كانت ساكنة بل لا تكون لا بد أن تكون محركة، قالوا في طي حذفوا الياء الثانية الأولى ساكنة كان أصلا يقال طيئي ولكن قلبوها ألفا على سبيل الشذنة. وفعلي في فعيلة تزن وفعلي
وفعلي في فعيلة تلتزم، وفعلي في فعيلة إذا نسبت إلى فعيلة حذفت الياء وحذفت التاء، وقلت في النسب إلى بجيلة بجلي، وإلى حنيفة حنفي، حذفوا التاء أولا لما تقدم لك من قوله وتاء تانيث أو مدته لا أو مدته لا تثبت، ثم حذفوا الياء فرقا بين المذكر والمؤنث، لأن نسب إلى بشير بشيري، وإلى قضيب قضيبي، وإلى حنيف حنيفي، فحذفوا الياء فرقا بين المذكر والمؤنث، ثم قلبوا الكسرة فتحا أطردا استلقاء الاجتماع الكسرات والياء، فقالوا حنفي أصلها حنيفة حنيفة، حذفوا التاء أولا ثم الياء صارت حنيفي، قلبوا الكسرة فصارت حنفي، وكذلك بجيلة. نعم. وفعلي في فاعل، وفعلي كذلك، وعلي مثلها، تقف النسب إلى قريظة وروي، التاء حذفت لما قيل أولا، وحذفت الياء فرقا بين المذكر والمؤنث، لأنك لو نسبت إلى عقيل تقول عقيلي بالتمام إلى غير، فحذف الياء فرقا بين المؤنث والمذكر، صارت جهني وقرضي ومزني، مزينة مزني، أنا أقول وفعلي في فاعلة تلتزم، وفعلي في فعيلة حتم خلق. وألحقوه عجلا من عالية من المثالين قال الصحيح اللامي لا يغير، فتقول في عقيل عقيلي، وفي بشير بشيري، وفي حنيف حنيفي، وتقول في عقيل عقيلي. أما معل اللام فكالمخطوط بالتاء، تحذف فيه ياء فعيل وياء فعيل، فتقف النسب إلى قصي، قصي معل اللام، تقول قصوي، حذفت الواو الأولى الياء الأولى والثانية قلبتها واوا وألحقت، وتقف النسب إلى عدي عدوي، المقرر في هذا الباب ألا تجتمع ثلاث ياءات بعد عين الكلمة، عدي فيقول في عدي تقول عدوي، لكن لو قلت عدي اجتمعت ثلاث ياءات بعد عين الكلمة. من هو؟ مروان. لا أبغاه يجيني في القرزة في خلصة والحقوم وعلى لام العليا من المثالين من التأولية. أما إذا كان في آخر تاء فإنه لم يفصل، قال مختوم بالتاء مطلقا، أحذف فعيل يا فعيل ويا فعيل، فتقول النسب إلى غنية غنوي، كما تقول في بجيلة بجلي، وتقول النسب إلى أمية أموي بالحذف، كما تقول في جهنين جهني، لم يفصل عندما قال تحذف الياء، لم يفصل بين ما إذا كانت لامه معتلة وغير معتلة، التفصيل وقع في الساقط من التاء. أنا أقوله والحقوا معل لام عليا من المزاين، يشترط فيها شرطان، ألا يكون هناك تضعيف، ولا تعتل العين، لازم العين واللام صحيحة، بين اعتلت العين واللام صحيحة ليس هناك إلا التمام، تقول في طويل طويلي، وتقول في جليلة جليلي، لأنك لو قلت في طويل 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 لو حذفت الياء التي بعد الواو تنقلب الواو ألفا تصبح طالي، واو تحركت بالكسر وقبلها فتحة، اختلف معنى الكلمة كليا. أما إذا اعتلت العين واللام معتلة فالحذف هو المتبع، فتقول في طوية اعتلت العين واعتلت الواو تقول طووي، وتقول في حوية فعيلة اعتلت العين واعتلت اللام تقول حوية حويوي، كما تقول جهني. إذا الشرطان ما هما؟ ألا تعتل العين واللام صحيحة، ولا يكون هناك تضعيف، فإن وقع تضعيف بأن كانت عين الكلمة ولامها من جنس واحد ليس هناك إلا التمام، كجليلة جليلي وقليلة قليلي، وكذلك اشترط أن لا تعتل العين واللام صحيحة، فإن اعتلت العين واللام صحيحة فتقول في طويلة طويلي بالإتمام، وفي لويزة لويزي اعتلت العين واللام صحيحة. سيبوي رحمه الله
الحق فعولة ورد عليه قال فعولة كذلك تحذف واوها فتقف النسب إلى شنوءة شنائي سمع من العرب قال له يسب لم يسمع غيرها لم تضطرب ففعولة لا نقول فيها حكم فعيلة ولا فعيلة وكذلك نعالج الأمر على طريقته هو فنقول فيه صرورة صروري وقع التضعيف الحاق لأجل رأي سيبويه وتقول كذلك في تقول في قولة قولة اعتلت العين ولا تقول قولي أنا قولي وألحق وتمم مكانك الطويلة وهكذا مكانك الجليلة أقرأ وهمز ذي مدني وناله في النسب ما كان في تثنية إلا مر بك أو لم يمر بك لا أدري مر بك التثنية المقصور تثنية المقصور مر بك مر بك قال وهمز ذي مدني وناله في النسب ما كان في تثنية إلا مر بك نحو صحراء تقول فيها صحراوان والنسب إليه تقول صحراوي وتقول في النسب إلى قراء قرائي كما تثني تقول قراءان وفي النسب إلى كساء كسائي أو كساوي كما تثنيها تقول كساوان وكساءان وتقول في النسب إلى بناء بناءان أو بناوان وتقول في النسب إلى علباء وقوباء علباوان علباءان قوباءان قوباوان كما مر هناك والراجح هناك والراجح هنا ففي نحوي صحراء الراجح صحراوي لا صحرائي الراجح في نحوي كساء وبناء كسائي بنائي كما كان الراجح لأنها ألف منقلبة عن واو ياء نعم صحراء ألف تانية همزة والنسب في قراء ليس فيه إلا قرائي كما كانت التثنية ليس فيه إلا قراء لأنها ألف ليس مدلة من شيء نقول وهمز ذي مدني وناله في النسب ما كانت في تثنية لو انتسب اقرأ.